مجازر إسرائيل في غزة تتواصل مستهدفة البشر والحجر، والقصف لا يستثني أحد، فكل الاتجاهات في غزة تؤدي إلى الموت قصفا أو جوعا. الدفاع المدني في قطاع غزة قال إن أكثر من 150 ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 11 منزلا في مخيم جباليا شمال القطاع، وذلك بعد ساعات من مجزرة أخرى ارتكبها الاحتلال في النصيرات، بالإضافة إلى إعدام 11 طفلا بالمغازي، مؤكدا عدم قدرته على مواصلة تقديم خدماته في شمال القطاع المحاصر بسبب تهديدات جيش الاحتلال للطواقم بالقتل والقصف، خاصة في ظل استهداف العشرات من عناصر الدفاع المدني في أقل من شهر في الشمال. ساعة تلو الأخرى طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر على مستوى القطاع كله، حتى مراكز الإيواء والنزوح لم تسلم هي الأخرى من قصف الاحتلال، خاصة في جباليا ومحيطها. العملية العسكرية المكثفة في غزة أسفرت عن كارثة إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة. نقف عند تصريح نتنياهو الذي قال فيه أنها بداية النهاية بالنسبة للحرب على قطاع غزة، دون أن يذكر تفاصيل كيف هي البداية وكيف سيكون شكل النهاية ومتى تكون النهاية وبأي صورة، لا سيما إذا ما ربطنا ذلك مع التصعيد المستمر ومع العمليات المستمرة ومع أنه عدد الشهداء منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة 81 شهيد النهاردة بس. فكيف سيكون شكل السيناريو الخاص ببداية النهاية التي أشار إليها نتنياهو؟ التحية لحضراتكم بالتأكيد، والتحية أيضا لضيفنا الكريم الذي انضمها إلينا بالاستوديو، أستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة قبل الدخول والتعليق على هذا التصريح أستاذ محسن، بما أننا يعني لم نتقابل منذ فترة، فدعني أسألك، بعد استشهاد يحيى السنوار وحديث نتنياهو وحكومته عن أنه ما زال هناك قادة وما زال هناك نشطاء، إذن هناك في عقيدة نتنياهو استهداف العناصر القوية والمهمة في حماس، برأي حضرتك هل خفتت المقاومة؟ هل تأثرت حماس؟ هل الوضع الآن ليس بنفس قوته، أم أن حماس فكرة والفكرة ليست مرتبطة بأشخاص؟ يعني أعتقد أن نتنياهو بتصريحه بعد اغتيال القائد الشهيد يحيى السنوار يريد أن يستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني تحت مبررات أن هناك ما زال قادة وهناك فعل ميداني قوي لحركة حماس، على اعتبار أنه واحدة من الأهداف الرئيسية التي وضعها في بداية العدوان هو تفكيك البنية التحتية وضرب حركة حماس عسكريا وسياسيا ومدنيا وجعل قطاع غزة مكان آمن وإعادة المختطفين، هذه الأهداف الثلاث. التصريح جاء في سياق رغبة وتوجه نتنياهو وحكومة اليمين الفاشية والعنصرية بالاستمرار بالعدوان على قطاع غزة وتطبيق خطة الجنرالات بصورة مكثفة جدا الآن في الشمال، يعني بيت حنون وبيت لاهي وجباليا، من خلال عمليات التطهير العرقي الواسعة وبهدف إعادة هيكلة الحالة الإدارية والأمنية والسياسية في قطاع غزة، بما يمهد بإمكانية إعادة الاستيطان إلى شمال قطاع غزة، تقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام، وتشكيل إدارة مدنية مطياعة من شخصيات يعتقد أنه من الممكن أن تتفاعل إيجابيا مع توجهات الاحتلال في إدارة شؤون القطاع، حيث أعلن عدة مرات أنه لا يريد حماسستان أو فتحستان، وبالتالي هو يريد نسخة جديدة من نسخ روابط القرى العميلة التي حاربتها الحركة الوطنية والقوى الشعبية في تلك الفترة وقبرتها في بداية الثمانينات من القرن الماضي. وبالتالي نتنياهو ماض قدما في خطة الجنرالات، في التمهيد لعملية الاستيطان في الشمال، في تمهيد البنية التحتية لإعادة احتلال مديد وطويل تحت ذرائع متعددة، من ضمنها استمرار وجود المقاومة وشخصيات فاعلة ميدانيا لدى المقاومة. طبعا المقاومة فكرة كما ذكرت أنت في سؤالك، قد تضعف في فترة من الفترات وتخفت نتيجة شدة العدوان وزيادة العدوان ونتيجة قلة الإمدادات وصعوبة التصنيع المحلي، أيضا نتيجة إغلاق المعابر وإغلاق المنافذ،
ولكن دعينا نقارن هذه المسألة مع عام 67 في بداية الاحتلال لقطاع غزة، ولم تكن قدرة المقاومة كما هي الآن، ولكن استمر قطاع غزة بالمقاومة. وكان هناك تصريح للرئيس الخالد جمال عبد الناصر عندما قال أن المقاومة تحكم بالليل وجيش الاحتلال يحكم بالنهار، واستمرت المقاومة لأكثر من 7-8 سنوات. نعم. وبالتالي من الصعوبة بمكان الحديث عن السيطرة الكاملة على قطاع غزة وإنهاء المقاومة، لأن إسرائيل راكمت من الحقد ومن الدماء ومن الشهداء ومن الأشلاء ومن الجرحى، بحيث أن المقاومة أصبحت مزروعة في نفسية كل مواطن فلسطيني. صحيح. خاصة مع انعدام آفاق الأمل بما يتعلق بحرب التجويع وحرب الأدوية وتدمير المنظومة الصحية، وبالتالي من الطبيعي أن ينضم الآلاف ربما للمقاومة حتى لو كانت بإمكانيات بسيطة من أجل رفع الظلم والغبن والقهر عن الشعب الفلسطيني. لذلك لا يمكن الحديث عن يعني إنهاء المقاومة، ربما هناك ضعف وهذه مسألة طبيعية أو إضعاف، ولكن أنا أعتقد أن الإرادة الوطنية الفلسطينية نتيجة حالة تراكم الغضب ما بين الفلسطينيين ستعيد ترميم هذه الحالة على المستوى المعنوي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الثقافي، الأمر الذي سيمهد بإعادة تجديد حالة المقاومة باندفاع أكثر قوة من السابق. أتفق مع حضرتك تماما. إذن كيف تقرأ حضرتك تصريح نتنياهو بأنها بداية الحرب، عفوا بداية النهاية للحرب على غزة؟ يعني هذا يأتي باتجاهين. الاتجاه الأول هو أنه يعتقد مع اغتيال القائد الشهيد السنوار والعديد من رموز المقاومة وقادة المقاومة في قطاع غزة بأن هناك إمكانية لاستكمال ذلك بحلقات مندفعة من قبل جيش الاحتلال تحت شعار أن القوة ومزيد من النار من الممكن أن يحرر الرهائن ويقضي على حماس، وهذه هي الحجة التي كان يروجها في مواجهة المحتجين والمتظاهرين والمعارضة التي كانت تطالب خلال عام يعني منذ العدوان حتى هذه اللحظة بضرورة إبرام صفقة تبادل أسرى وإعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار. ولكن هو يريد أن يستكمل ظنا منه أنه حقق إنجاز في هذا المجال وأن مزيدا من النار والقوة والإرهاب سيؤدي بالنهاية إلى الإفراج عن الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة. هذا من أحد المسارات. المسار الثاني هي جولة بلينكين التي يعني تم إعادة تجديد المفاوضات والمباحثات بالتنسيق بين قطر وجمهورية مصر العربية، وفي هذا السياق هناك بعض المقترحات التي يقدمها بلينكين. هذه الاقتراحات جزئية لها علاقة بإمكانية وقف إطلاق النار جزئي مؤقت وصفقة تبادل أسرى، وبالتالي هو يعتقد إذا حقق هذه المسألة من الممكن أن يعيد الكرة مرة أخرى لاستكمال عدوانه وحرب التطهير العرقي ليس فقط بحق الشمال وربما أيضا في مناطق أخرى في قطاع غزة، لأن مشروع التهجير ما زال بالعقل الأيديولوجي أو السياسي لدى نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، وبالتالي هو يراهن على هذين المسارين. المسار الأول هو مزيد من الضربات العسكرية بحق المقاومة والشعب الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية خاصة في الشمال كقوة ضغط على المقاومة للإفراج على الرهائن والمحتجزين. المسار الثاني وهو المسار الدبلوماسي الذي يقدم به بلينكين مقترحات ربما لن تكون مقبولة لدى حماس، مثل خروج قادة المقاومة وفعاليات المقاومة مقابل وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، ولكن هذا غير كانت مرفوضة من البداية أستاذ، وما زالت مرفوضة لأن هذه المسألة تعني يعني التسليم لدى الاحتلال، وتعني أنه حقق اختراقات وإنجازات مهمة لديه ولزيادة رصيده بالشارع الإسرائيلي أمام معارضيه، وبأن هذا سيمهد لإعادة الاحتلال العسكري الكامل دون مقاومة. فهو إذا أراد أن يحقق الاحتلال العسكري الكامل لقطاع غزة وتقسيمه إلى 3 أقسام في نتسريم وفيلادلفيا صلاح الدين والشمال، فهذا من الممكن أن يتم، ولكن خروج المقاومة لا يمكن أن يتم بأي حال من الأحوال، لأن وجود الاحتلال
شرطه الأساسي استمرار الكفاح والمقاومة من أجل طرد الاحتلال، وبالتالي هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الشعب الفلسطيني، وربما يراهن أن مزيد من الضغوطات ومزيدا من الإغال بدماء الشعب الفلسطيني والأبرياء وضرب المنظومة الصحية والاعتداء على الأطباء والقتل العشوائي الذي يتم وحفر الجور الواسعة لدى النساء والأطفال واعتقال عشرات ومئات الرجال. هذا من الممكن أن يرهب الشعب الفلسطيني، ولكن نرى أن المعادلة معكوسة حيث يخرج المواطنين الفلسطينيين من البيوت ويعودون إليها عندما تنتهي الضربات العسكرية الإسرائيلية. لذلك لا أعتقد بأن مسار المفاوضات من الممكن أن يحقق نتائج ضمن هذه الاشتراطات الجبرية والقسرية التي من الغير الممكن أن يوافق عليها الشعب الفلسطيني بكافة مكونات. نعم، كنت أتصور أنه مع استمرار الكيان المحتل وجيش الكيان المحتل في عملياته بالجنوب اللبناني واستهداف مناطق أخرى في العمق اللبناني نفسه، انشغاله بفكرة الرد أو كيف سيكون شكل الرد على ضربات حزب الله باتجاه العمق والداخل الإسرائيلي، كنت أتصور أن انشغاله بمثل هذه العمليات من الممكن أن يهدئ من جنونه واجتياحه لمناطق مختلفة ومجازره التي يقوم بها يوميا تقريبا باتجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمدن الأخرى. ولكن ما يحدث أنه حتى الآن ما زال قادرا على أن يتعامل في جبهتين مختلفتين بنفس العنف وبنفس الشراسة. صحيح، هو استغل حالة الانشداد الإعلامي للصراع مع حزب الله في جنوب لبنان من أجل القيام بعملية تنفيذ خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، لأن هناك جنوح يميني فاشي متطرف في دولة الاحتلال، وهناك تعطش لمزيد من دماء الفلسطينيين في المجموعة اليمينية الفاشية الحاكمة في دولة الاحتلال، وهناك أيضا انجراف في الشارع الإسرائيلي باتجاه اليمين. لذلك هو استغل حالة الانشغال الإعلامي بما يتعلق بالصراع مع حزب الله ومع إيران، والكل يترقب الضربات المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل، وأن هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية باتجاه أن تكون الضربات محسوبة ومحدودة ولا تمس النفط والبترول والمفاعل المنشآت النووية. وهذا استغله نتنياهو أبشع استغلال تنفيذ خطة الجنرالات وخطة جولة آيلاند التي ترمي إلى عملية التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في الشمال، وهو أوغل في دماء الشعب الفلسطيني كثيراً في ظل صمت مطبق مع الأسف الشديد من قبل المنظومة الدولية والمجتمع الدولي، وفي ظل خرق يعني منقطع النظير لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بحيث فاقت هذه الأعمال الإجرامية كل حالات الحروب التي تمت في العصر الحديث من وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت العديد من التقارير والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره بأن هذه الجرائم الوحشية يعني ترتكب بشكل يعني يضرب وينسف كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي من الممكن أن ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يأبى بالقانون الدولي وردود الفعل. هو قاس ردود الفعل الدولية خلال عام من الإبادة الجماعية، ولم ينتج عن هذه الردود أي جهود جادة لوقف الاندفاع الهمجية من قبل جيشه بحق المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة، وبالتالي هو لا يوجد شيء يردعه في هذا المجال، لا توجد ضغوطات دولية ولا يوجد حراك جاد يؤدي به إلى وقف مسلسل الدماء العميق في قطاع غزة. ما الذي بينه، هنا أقصد الكيان المحتل حكومة نتنياهو ونتنياهو نفسه، ما الذي بينه وبين أونروا؟ لماذا يستهدف أونروا بهذا العنف؟ بداية يزعم أنها تأوي عناصر للمقاومة، وبعدها يمنع عنها دخول المساعدات، وبعدها يستهدف مواقعها المختلفة في محافظات فلسطينية مختلفة، ويستولي على الأرض المقام عليها مقر أونروا في القدس. فما الذي بينه؟ لماذا يستهدفها بهذه الصورة الواضحة؟ يعني نتنياهو هو يعني تعبير مكثف عن الأيديولوجيا الإجلائية والاحتلالية للمستعمر. هو يعتقد أن الأونروا يعني لها علاقة بقضيتين تعيق
تنفيذ المشروع الاستعماري الصهيوني على الأرض الفلسطينية أو تفرمله أو تعمل على تحجيمه أو تعمل بالضد منه. المحور الأول أو البعد الأول هو ارتباط الأونروا بقضية اللاجئين، واللاجئين هم نتاج واحدة من أبشع عمليات التطهير العرقي التي تمت بالقرن العشرين، وهو تهجير الشعب الفلسطيني والتي عرفت في نكبة عام 48 وإحلال دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني من خلال الإتيان بالمستوطنين الصهاينة الجدد. هذا نفذ طبعا بالإرهاب والدم من خلال عصابات الأرجون والهجناء والشتيرن التي هي تستكمل الآن في جيش الاحتلال بنفس العقلية العصابية التي تمت بصورة أكثر وحشية وشراسة أيضا من السابق. المحور الثاني الذي يزعج نتنياهو من الأونروا بأن الأونروا تقدم برامج وخدمات تساهم في تعزيز مقومات الصمود، وخاصة أنها لم تستجب للضغوطات التي قام بها منذ توليه أول مرة رئاسة الوزراء في منتصف التسعينات من القرن الماضي، عندما طالب الأونروا بتغيير المناهج ورفضت الأونروا ذلك، مناهج التعليم، لأن مناهج التعليم هي مرتبطة بالمناهج الفلسطينية، وهناك اتفاق ما بين كل المنظمات الدولية عندما تعمل في مجال الصحة أو التعليم أو في أي مجال من المجالات أن تلتزم بالإجراءات والمناهج والمعايير والأسس التي تستضيفها الدولة المضيفة، وبالتالي هم صاروا بالمنهج التعليمي وفق الرؤية الفلسطينية في هذا المجال، الأمر الذي أزعج نتنياهو لأنه يريد تغيير الوعي وكي الوعي وإعادة صياغة الوعي على قاعدة تفكيك الرواية الوطنية الفلسطينية من خلال تغيير مناهج التعليم واستبدالها برواية سائلة وصولا لرواية تتقبل الادعاءات والمسوغات للأيديولوجيا الصهيونية لاحتلال أرض فلسطين، وهذا رفضته الأونروا. لذلك الذرائع التي يتحدث عنها بما يتعلق في الأونروا ذرائع، وهي ربما هناك هدف ثالث أو بعد ثالث، بأن الأونروا جزء من منظومة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تصدر العديد من القرارات التي تدين دولة الاحتلال وتعتبر أن ممارسات دولة الاحتلال ترتقي إلى جرائم حرب، وهناك توجه جاد من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن لولا الفيتو الأمريكي باستصدار قرارات ليس فقط تدين دولة الاحتلال بل تلزمها بوقف الجرائم، وبالتالي هو يعادي الأونروا بوصفها جزء من هذه المنظومة الحقوقية والقانونية والإنسانية الدولية التي تنتصر للقانون الدولي والعدالة، وبالتالي تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة العدوانية والشراسة الاستعمارية الصهيونية. نعم، شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا على وقتك. أستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كان معنا بحضوره ومعلقا على الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين من قبل الكيان المحتل، وكذلك تصريح الكيان المحتل ونتنياهو تحديدا بأن هي بداية النهاية للحرب على غزة. بشكر حضرتك مرة ثانية فندم، شرفتنا، وبشكر حضرتكم أيضا على متابعة لقائنا اليوم، ويتجدد اللقاء معكم في متابعة دائمة من القاهرة.